هنعمل دلوقتي رقاق. عندي الشوربة، عندك شوربة؟ انا شوربة عادي جدا، ما عنديش، هعملها بمكعب مرق عادي وخفيفة وليها طعم مميز جدا. على فكرة الرقاق بمكعب المرق حلو قوي. فأنا عندي هنا مكعبين مرق، عندي رقاق، عندي لحمة معصجة، هعصجها دلوقتي يعني، لحمة مفرومة، بصل، فلفل، سمنة، بهارات، ملح وفلفل، قرفة وجنزبيل، كل ده هيبقى على الايه اللحمة. فهعمله معاك دلوقتي كده. انتوا عارف تعملنا كذا مرة احنا ان احنا بنحط اللحمة الأول دي، فالمرة دي هعملها لكم بالطريقة التانية، اللي أنا أحمر البصلاية أديها إيه سنة لون الأول. سيح بس السمنة قوي قوي، سخنها قوي 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 عشان تلحق إن هي إيه تحمر معايا البصلة بسرعة. هجيب بقى صينية، أنا الرقاق عندي صغنن جايبه اللي هو الجاهز ده، وهجيب هنا مكعبين مرق وأحط عليهم مية بتغلي، أعمل شوربة عشان ايه خدت القبطة، محطش اي حاجة، هي الكفاية قوي فيها ملح وتوابل وكل حاجة في الايه في المكعب. يغبروا اهو، بصلية حلوة كده كبيرة، والملح، واحمر البصلاية. هناخد سمنة كويسة كده عشان تبقى ايه الرقاقة من تحت محمرة كده، ماشي؟ أول رقاقة تحت مش هبله، أنا طبعا هعمل كذا رقاقة علشان الصينية كبيرة، ما بلهمش ليه؟ عشان ما تلزقش في الصينية، عشان المية بتخليها تلزق، خليها زي ما هي كده. نحط لها سمنة، فلفل رومي، عايزين فلفل حامي حط فلفل حامي، ريحتها فلفل حامي. هنزل اللحمه كده كفايه، هي الصينيه بتاخد ربع كيلو، حلوه قوي. وهحط جنزبيل، قادر، وقرفه، وملح وفلفل، نيجي الفلفل والملح، وقلب بقى لغايه ما تستوي. كده خدنا ايه طبقه من الرقاق، وادي طبقه من اللحمه،